صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصلي لكم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات من أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما أعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم منهم ما يقول بكل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وربنا إنك جامع الناس لما لا يوفي ووفيت كل نفس ما كسبت من أدم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا دمهم ما يشفع لكم وقود النار. كذلك آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. والذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين انتقلت فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى فأخذوا من اثنين ما في العين. والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة للأبصار. زين للناس حب الشياطين والنساء البنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ذلك متاع الحياة الدنيا ولا عدو حب الوهاب. قل أنبئكم بخير من ذلك من الذين اتقوا عند لهم جنة تجري من تحتها خالدين فيها أزواج مطهرة ورضوان من الله. والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا واغفر أعمالنا الصابرين والصالحين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملك والعلم القائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الذين عند الإسلام مختلف الذين أوتوا الكتاب من الله من بعد ما جاءوا العلم بغيا بينهم ما يكبر بهذا إلا فينا ناصر الإسلام. ومن يوفي حاجكم فقل أسلمت وجه الله بإذن الله. قل الذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. اللهم